قبرص يعتمدها بهالمباراة. وروي سماحة عم بيكون هو السنتر الأساسي بوجود جو فوغل. أول بوزيشن عم تكون لإسماعيل أحمد، واليوم سكوتي تيرمان عم يكون أوف ذا بنش، يعني بفضل المدرب فؤاد أبو شقرة يحطه على البنش يبلش بإسماعيل أحمد كمان ليجرب يخلق نقل باللاعبين الارتكاز. إسماعيل روبير بوداغر وجو فوغل ثلاث لاعبين طوال بده يجرب يستفيد من حيالله ميس ماتش بأرض الملعب. والمفاجأة من ناحية شونفيل مارك أزح بالستارتر اكيد، وما في علي محمود اليوم كاساس لاول مره ما عم نشوف علي محمود الظاهر عم يشتغل كثير على المسماتش، بده يجرب يحط جورج شيباني برا يخلي اللاعب يلي جورج شيباني بده يدافع عليه يقدر يلعب عليه مسماتش على المان تو مان. والريباوند ويلي بيرتون لجورج شيباني يلي عم ينجح دائما كموزع العاب بفريق الحكمه. اسماعيل احمد كان قطع الطابه، روبير بوداغر لاعب البلو ستارز السابق، روبير بيروق بيرجع لاسماعيل، بيدخل اسماعيل واسماعيل بيسجل اول سله بالمباراه ليعطي تقدم لشونفيل بنتيجه 2-0. اذا شونفيل مبلش اليوم دفاع مان تو مان، مارك هو اللي عم يدافع على جورج شيباني مع هاد تو هاد بين المدرب إليا زوروس اليوناني والمدرب اللبناني فؤاد ابو شقره. بسرعه الخطيب بيرد ونجوم المباراه بداوا يفرضوا نفسهم من بدايه هاللقاء. توني ماديسون، توني عم يخرق بيرجع لورا لروبير بوداغر يلي بدوره عم ينجح من المسافات المتوسطه يلي كان متحضر لها منيح. روبير بحبها كثير هالمسافه، وهون كنا شفنا توني ماديسون في ثلاث لاعبين دغري كان في عليه تريبل تيم وهيك قدر فرق كليا زميله روبير بوداغر. اذا مارك هو اللي عم يضغط بدفاع المان تو مان على جورج شيباني اللاعب اللي عم يكون الافضل بالتمرير بصفوف فريق الحكمه. وهون كان جو فوغل جبر فادي الخطيب يلمس زيه لاوت لياخذ فريق شونفيل يستفيد بمحاوله جديده. يعني اذا بنحكي شوي كاركتير فريق شونفيل اليوم بارض الملعب عم بيكون دفاعي اكثر من هجومي، التشكيله عم يعتمدها المدرب فؤاد ابو شقره عم يركز فيها كثير على الدفاع بوجود جو فوغل اسماعيل وروبير بوداغر وخاصه مارك قزح اللي بيتميز كثير باللعب الدفاعي. ماديسون يدخل لبرا لاسماعيل عن ثلاثة ما بينجح اسماعيل، ايريك شاتفيلد منطلق بسرعة للخطيب، خطيب بيطلع بلاي اب وبيسجل النقطة الرابعة 4-4. توني ماديسون عم يجرب يرد بسرعة يخسر الطابة لمصلحة فريق الحكمة. مباراة انطلقت بشكل كثير سريع والانطلاقة يلي فرضها فادي الخطيب. ما في شك فادي هداف كثير كبير، هو هداف بطولة لبنان ب 32 نقطة فاصلة 67 وعم يفرجي اليوم كمان ببداية هالمباراة انه حاضر بقوة ومركز كثير لهالجيم. إريك ما بينجح يلي بينجح هو روي سماحة بالمتابعة، متابعة الدنك. ما معقول روي، ما معقول يلي عمله روي هون، على كل الإعادة رح تفرجينا وحدة من أجمل السلات. تايمينج ممتاز لروي سماحة وحماس كثير كبير بينه وبين فادي الخطيب والتقدم صار لصالح الضيف فريق الحكمة وممكن يزيدوا روي سماحة بهالرمية الحرة لأنه اسماعيل أحمد كان على الريباوند. 6-4 6-4 لمصلحة فريق الحكمة الفريق الضيف بهالمباراة. توني دبل تيم على توني لاسماعيل، اسماعيل بسرعة روبير بوداغر، روبير بوداغر بيبرم ما بينجح يلي بينجح هو جورج شيباني بالريباوند. سريعين كثير وهون في بلوك شوت بس إريك شاتفيلد ما عم يستسلم. بالنهايه مين معه الطابه؟ بالنهايه جو فوغل هو يلي سيطر على الطابه. بس لاعبين فريق الحكمه عم يطلعوا كثير بسرعه بالفاست بريك. توني ماديسون اول هيدي اختراع وكمان بوصل الطابه اسماعيل. هون في خطا بذكر انه المباريات كلها غياس كمان عم تنقل اذاعيا عبر اذاعه صوت الموسيقى موجة 106.5. توني ماديسون قدر يحصل على اف بلس وراح نشوفه على الرميات الحرة. ينزل الفارق لنقطة 6-5، أول نقطة لتوني ماديسون وبيعدل الأرقام 6-6.
جورج بيوصل لروي، ممتاز روي، روي يعني سباحة يعني نهله إياها لروي، بس روي عم يكون عنده فينش كتير مهم وعم يفرجينا إنه بعد الإصابة اللي كان متعرض لها رجع بقوة للبطولة. مارك بثقة عالية، مارك اللي قديه بتاعت غياس عم نشوفه من أول محاولة ثلاثية عم بيسجل. 9-8 الفريقين حديد هلأ بنجاح كبير هجوميا. ولي بيرتر حلو كثير لولي بيرتر، ميني هوب من فوق جو فوغل 10-9. في صراع كثير كبير بين جو وروي سماحة، تسديدة جو ما بتنجح. بيرتر لم الريبوند، الحكمة متقدمين حاليا بفارق نقطة